الشارع. المدرسة يحفظ الناس فيها القرآن ويتعلم الناس فيها العلم. شكرا. يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب أنا شالان بيقرأ آيتين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن الله تبارك الله. هذا الشيخ سراقة مدير المدرسة، وهذا الشيخ فضل نائب مدير المدرسة، وهو تخرج من المدينة المنورة من الجامعة الإسلامية من كلية القرآن الكريم، حصلت على المركز الأول في جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم في عام 2005. ما شاء الله تبارك الله. والشيخ سراقة المركز الثاني. هذه المدرسة التي نراها الآن يا شيخ فضل، هل يؤخذ من الطلاب فيها رسوم أو لا يؤخذ منهم رسوم؟ لا نأخذ من الطلاب أي شيء من الرسوم، يعني الدراسة مجانية. هدفكم في إنشاء هذه المدرسة تحفيظ القرآن الكريم فقط لا غير؟ طيب، هدفنا لإنشاء هذه المدرسة تحفيظ القرآن الكريم وما يتعلق ببعض معاني كلمات القرآن الكريم وتفسير بعض السور، وخصوصا منع السور المفصل. يعني الدراسات الإسلامية من الحديث ومن الفقه تدرس في أيام الخميس والجمعة. أيام الخميس والجمعة. بقية الأيام هي للقرآن. هي القرآن. ويحفظون القرآن على الألواح. طيب. طالب تقريبا الشيخ في المدرسة؟ يعني تقريبا 1000 طالب بين منتظم والذي يأتي في أوقات. يعني المنتسمين المنتظمين قريب من 1000 طالب في المدرسة. لكن الذي يأتي كل يوم. معنا هذا الشيخ معروف، هذا جاء من منطقة 1000 كيلو من جنوب نيجيريا حتى يوصل. نعم. 1000 كيلو. نعم. كلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طيب يا شيخ فضل، هؤلاء الطلاب يأتون هنا من متى؟ يأتون من بعد الفجر إلى الساعة 9، ثم يرتاحون إلى الساعة. يرتاحون إلى الساعة 9. طيب بعد انتهاء وقت الفسحة يعودون الساعة 9. طيب إلى متى؟ من يجلسون إلى الساعة 1. إلى 1 ظهورا؟ نعم. في هذا المكان؟ نعم. لا إله إلا الله. علش. طيب ما شاء الله تبارك الله، هنا الأسنان متفاوتة، صغار وكبار. نعم، صغار وكبار. وذكور وإناث. نعم. ما شاء الله تبارك. شيخنا، الناس هنا يأتونكم من كافة أنحاء البلاد، أليس كذلك؟ نعم. طيب النساء اللواتي يأتين من بلاد بعيدة، أين يسكننا؟ يسكننا في بيت أخي سراق. أخوك الشيخ سراقة يسكنهن في بيته مجانا، ليس كذلك؟ نعم. هذا بيت الشيخ سراقة يسكن النساء هنا مجانا ويبقين عنده في البيت كأنهن بناته. طيب هؤلاء النساء، طيب الذكور الذين يأتون من خارج كورة أين يسكنون؟ يسكنون في بيت الأشخاص الذين يساعدون للزواج. يسكنونكم حتى يتم زواجهم ثم يخرجون. يا جماعة الخير، شوفوا هؤلاء يأتون هنا لكي يحفظون القرآن ولا يوجد لهم بيت، ويسكنون في بيوت لسه تنشأ حتى يحفظون القرآن ويحفظون كلام الله، ثم إذا اقترب بناء الرجل بزوجته أخرجهم فيبحثون عن مكان آخر حتى يسكنون فيه، وكل هذا من أجل كلام الله عز وجل. إذا اشتد الحر عليهم واشتدت الشمس عليهم جاءوا ونزلوا تحت هذه المظلة، وحتى هذه المظلة قطعت من هنا. أول ما دخلت هذا الشارع والله تفاجأت بمنظر الناس الذين يجلسون هنا. هل هذه هي المدرسة التي كنا نريد أن نزورها؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذا اجتهد هؤلاء العجم في حفظ القرآن الذي لا يفهمون معانيه، فما بالنا نحن العرب نتقاعس، يسافرون حتى يجلسوا في الشوارع ليحفظوا القرآن. نحن هيئت لنا المدارس والمساجد والفرش والبسط والمكيفات، وهيئ لنا الأساتذة وكل شيء، ما بالنا نتقاعس عن حفظ القرآن؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا الطالب يكتب. يا سننك يا مرحبا يا علي، يا هلا وغلا فيك. ما شاء الله تبارك الله، يكتب هنا سورة طه وما أعجلك عن قومك. هنا يكتب من سورة طه وما أعجلك عن قومك يا موسى إلى أن انتهت السورة، ثم قال سورة الأنبياء مكية وهي 112 آية، ثم بدأ بها اقترب
ما شاء الله علي وصل إلى مرحلة الساتو. الساتو هذه عندهم أن يكتب القرآن الكريم كاملا من حفظه عن ظهر قلب فيكتبه في الألواح. والله أنقودي يا علي وأنقودي لكم جميعا والله العظيم. إنا والله إنا سنكو سوسي. عليك السلام. طيب يا علي لو سألناك ما هي أمنيتك؟ أنا أرتحت في القرآن الكريم وفي الإسلامية أسأل الله عز وجل أن يبلغ كذلك. قل آمين. يا جماعة الخير من يصدق أن مثل هذه الشوارع البدائية والأزقة العادية تخرج الأشخاص الذين يحصدون المراكز الأولى في جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن؟ وما كان لبشر أن يؤتيه إلا وحي نوم أو يرسل رسولا فيوحي إنه عليم حكيم. هذا الأستاذ يصحح لهم التلاوة ويصحح لهم الكتابة ويصحح لهم النطق مع عسره عليهم، فما بالنا نحن العرب نتقاعس في ذلك. هذا الدكتور علي موسى من كلية القرآن وهذا الشيخ فضل من كلية القرآن، كلاهما خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة.